صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الاثنين 27 تشرين الأول. تقارير كتيرة رح منكون على موعد معها، والبداية رح بتكون من وسط بيروت، اقفالات لمطاعم ومقاهي بالجملة، الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الصفدي الثقافي، ندوة خاصة للإعلاميين لإعادة دمج السجينات بالمجتمع، القضية الفلسطينية، ووقفة فكرية مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو المخرج المسرحي شادي الزين، لنحكي معه أكثر عن آخر أعماله وعن محترف حياة وفن. ولكن البداية مثل كل صباح بيكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، والأستاذ محمد غازي معنا على الخط ليعطينا تفاصيل عن طقس بداية الأسبوع. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور يا هلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. الأمطار الغزيرة اللي شهدناها امبارح مكفية معنا؟ يعني في شوي منها بعد اليوم وبكره كمان، من وقت لتاني يعني بتعمل لها شوية شتاء. تفضل بالتفاصيل. الحالة العامة منطقة من الضغط الجوي المنخفض بتأثر على الحوض الشرقي المتوسط، لليوم الاثنين غائم جزئيا لغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها مساء بالمناطق الداخلية مصحوبة بعواصف رعدية. نعم. الثلاثة غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث عواصف رعدية كمان. نعم. والأربعة غائم جزئيا لغائم مع أمطار متفرقة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أوكي، يعني هلأ نحن قابلين على ثلاث أيام من الشتاء. درجات الحرارة لليوم أستاذ محمد تنختم؟ الحرارة على الساحل اليوم من 18 إلى 27، فوق جبال 11 إلى 16، بالأرز 8-18، وبالداخل من 13 إلى 21 درجة. نعم، شكرا لك. تفضل في تفاصيل بس الرياح كمان، لأنه بارح الرياح الشمالية لشمالية غربية بيتحول مساء لجنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، يعني شوية بتشتد. نعم، شكرا لك على كل هالتفاصيل، بنتمنى لك بداية أسبوع موفقة. جوال صباح الخير. مرحبا بيارات لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم بجولتنا على عناوين الصحف. الجامع بيناتهم هو طبعا الأمطار يلي تسببت بما كنا خيفانين أصلا منه، جرف النفايات يلي عبت طرقات العاصمة والضواحي للأسف، والصور والعناوين كلهم بيحكوا عن هالموضوع. اليوم إذن الاثنين 26 تشرين الأول، ومنبدأ مثل العادة مع عناوين النهار. فاضت بالنفايات والحكومة على مشارف الإنذار، التشريع بمن حضر مشروع أزمة كبرى. جلسة الحوار اليوم محاولة إنقاذ أخيرة قبل مهلة سلام الخميس. مصدر قوتي، كل الاحتمالات مفتوحة في حال انعقاد جلسة بمن حضر. أما بالصورة الرئيسية ناشطين من حملة طلعت ريحتكم عم يشتغلوا على تنظيف مجرى نهر بيروت من النفايات امبارح. ضمن أسرار الآلهة، تحريك رجل سياسي حملة ضد أحد المطارنة، قابلته حملة مضادة من كثيرين يعرفون جيدا سبب ردة فعل الأول بعد فشله في تحقيق غايته. مع قدوم الخريف والشتاء نشطت حركة تهريب المازوت عبر الحدود من سوريا رغم النقص الحاد في المادة هناك. يقول مسؤول في الشأن الاجتماعي إن نجاح فكرة إعطاء المال للاجئين السوريين مقابل عمل إنمائي بدل المساعدة المجانية بدأ يخفف من نسبة الجريمة. كان في نية الوزير أكرم شهيب أن يسمي كل مسؤول عن عرقلة خطته لحل مشكلة النفايات، لكنه ارتأى لأسباب أن يتولى ذلك الرئيس سلام. وبختم النهار ضمن تربية ومدنيات، النهار بالأزرق في العيد 70 للأمم المتحدة. من النهار منتابع جولتنا مع عناوين السفير، الطوفان هل يجرف الطبقة السياسية، تحذير من تكاثر الجراثيم، وشهيب لكشف المستور. ملامح خطة روسية تتضمن انتخابات وجيش حر واستمرار الأسد، فيينا السوري طلاق بائن مع جنيف واحد. سلطة النفايات تتمسك بقشة تشريع الضرورة. مصرف لبنان الممول الأساس لاحتياجات الدولة. السعودية تجيز إعدام النمر. اجتماع فيينا قراءة في دلالات الصور. وختاما استمرار الزخم برغم القمع ومحاولات الالتفاف. هبة فلسطين تحدد ثوابتها. الصراع يتجاوز الأقصى. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، السعودية تتحدث عن بعض التقدم لحل الأزمة. الأسد يخالف التوجهات الروسية ويتمسك بالترشح للرئاسة وأولوية محاربة الإرهاب.
معارك ضارية في تعز وقصف جبل النهدين، القاعدة يحذر من اختلاط الطلاب والحفلات الموسيقية في جامعة عدن. تفاهمات الأقصى لا توقف الهجمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. المعارضة تسخر من تصريحاته ويستعد لمواجهة تمرد على وصاية أردوغان. هفوات داود أوغلو تحبط تجميل صورته انتخابيا. قمة بروكسل تناقش حلولا للأزمة قبل الشتاء وتركيز على اليونان وتركيا. سلسلة أوروبية لوقف تدفق المهاجرين. وبختم مع قلم غسان شربل ومقال لليوم بعنوان الجمر وأصابع القيصر. جولتنا بتتابع مع المستقبل، وأيضا الصورة الرئيسية لسيول من النفايات عم تتدفق بأحد شوارع سد البوشري امبارح. هالصورة اللي انتشرت كمان بالإضافة أكيد لألاف غيرها على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان صور أو حتى فيديو، وبالعنوان الرئيسي العاصفة تهب مرتين فيضانات ونفايات، لا جواب من حزب الله، سلام يتهيأ لاتخاذ الموقف وشيب للاعتذار الخميس. كيري ولافروف يبحثان عن حل بمشاركة النظام والمعارضة. الجبير الموقف الدولي يتقدم بشأن سوريا. مكسيم خليل مطلوب للنظام، وسام شرف على صدري. عاصفة الظهور تضرب روسيا، مغردون من براء من الخطاب في عاشوراء. صندوق النقد يجاري البنك الدولي في توقعات نمو لبنان. داعش يقلد النظام، الإعدام دهسا بالدبابة. رئيس وزراء البحرين السعودية أعادت قوة العرب. ريبة فلسطينية من اقتراح كاميرات في الأقصى. وبالأخبار الرياضية عودة البطلات، بطلات العرب إذن بمطار رفيق الحريري الدولي بتنشر لهم المستقبل صورة بأسفل الصفحة. وأيضا من الأخبار الرياضية فوز ثان للنبيشيت وأول للراسينج والعهد. نتابع مع الأنوار وبعنوان الرئيسي طوفان النفايات يجتاح الحكومة ويهدد بتلوث المياه وانتشار الأمراض. فلسطيني ينضم إلى المعارضة السورية بطائرة شراعية. المعارضة السورية ترفض عرضا روسيا لمساعدة الجيش الحر. السيسي يؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية ويزور الإمارات اليوم. وبقلم المحلل السياسي، الشعب اللبناني لن يقبل بأقل من محاسبتكم. استشهاد فتاة وشاب فلسطينيين بالضفة. قتلى بغرق زورق مهاجرين قرب جزيرة يونانية. وبختم مع الأخبار الاقتصادية، الإمارات 80 دولارا لبرميل النفط يعتبر سعرا مثاليا. من الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء، طويلة الحوار اليوم فوق بحيرة نفايات، إنقاذ أم غرق؟ سلام وشيب أمام الخيار المر الخميس، وتزاحم الأولويات يحرج مكتب المجلس غدا. في اللواء اليوم وبقلم صلاح سلام مقال بعنوان معجزة لتفادي الانهيار المدمر. الملك سلمان يدعو واشنطن لتعبئة دولية لإيجاد حل في سوريا وحماية الفلسطينيين. الجبير تدابق سعودي مصري بشأن سوريا وتقدم بالمشاورات. المعارضة تصد هجمات النظام في سهل الغاب وحماة وحلب. البرغوثي ينجو من محاولة اغتيال بأيدي العملاء. كيري يبحث عن حلول ويواجه بأكاذيب نتنياهو. وجوه شابة جديدة وامرأة واحدة، العمانيون انتخبوا مجلسهم للشورى. وبعنوان أخير ألاعون للواء، ننتظر مبادرة نوعية من المستقبل في الحوار. من اللواء إلى عناوين البلد وبالعنوان الرئيسي، النفايات تحاصر البلد وإضراب اليوم يستنهض الشارع. وبالصورة الرئيسية نفايات عايمة عم تسبح بأحياء لبنان وشوارعه، وأكيد عم تجرف مع السيول بمشهدية استوطنت مختلف المناطق امبارح بحسب ما علقت صحيفة البلد على الصورة. بعناوين أخرى، النسبية تفتت الأحزاب، السنيورة أول الخاسرين. أسواق طرابلس في غيبوبة اقتصادية. النحت بقشور البيض إبداع وهوية خاصة ضمن ملف خاص بالفنون. وأيضا في البلد، انتفاضة السكاكين تتواصل وإسرائيل تراقب الأقصى. وختاما، الأسد مستعد للانتخابات والمشاورات تتقدم. بالديلي ستار بترجمة لعناوين، بدء أزمة صحية مع بداية تساقط الأمطار في لبنان. العاصفة تجرف النفايات المتراكمة منذ أشهر على طرقات العاصمة والضواحي. أولوية الأسد محاربة الإرهاب قبل الانتخابات. هجوم جديد بالسكاكين وإجراءات جديدة في الأقصى. وختاما، سلام لوضع ملف النفايات كبند أول على جدول أعمال جلسة الحوار. بالديلي ستار
في ملف أزمة النفايات مع تساقط الأمطار أيضا جريمة كاملة إذن بعناوين صحيفة لوريان لوجور، وأيضا في العناوين حزب الله يغني تحت المطر مقالب بقلم زياد مخول. المعارضة السورية هل ما زالت تنفع بشيء؟ وبعيدا عن السياسة ضمن معرض الكتاب لميا زيادة منقبة أعمار وذهب. منتابع مع عناوين الشرق، وطن يسبح في النفايات، وزير المال الأزمة عميقة، لا شيء غدر وأبقى على الأسماء الرئاسية سرية، الإضراب اليوم يقسم المدارس الخاصة ويوحد الإدارة العامة، المالكي ووزراؤه فاسدون، السيول وكرات الثلج تقتل 6 في الإسكندرية، وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي لماذا تذكر سماحة السيد أمريكا والمملكة العربية السعودية، دفراج الشرق سلام حضر كتاب استقالته منذ 3 أشهر. بختم مع الأخبار الرياضية، سيدات الرياضي بطلات العرب. من الشرق إلى الشرق الأوسط، الحل السياسي في سوريا يقترب والسعودية مع ترتيبات انتقالية، نظام الأسد وموسكو يروجان للانتخابات مسارا للخروج من المأزق، السلطة متشككة وتحذر من فخ والفصائل رافضة، اتفاق الأقصى على المحك، استمرار الهجمات والمتطرفون اليهود مصرون على الصلاة. بعنوان أخير، المقاومة على أبواب القصر الجمهوري في تعز. منتابع مع الأخبار وبعنوان رئيسي سلام لم يحدد موعدا للاستقالة، ضمن فلسطين تسوية لتكريس الوضع الراهن، وختاما دبلوماسية الهواتف لا حل في انتظار الميدان. ونختم مع الجمهورية وبعنوان رئيس اليوم سيول النفايات أمام الحوار اليوم، حرب روسيا المحدودة تفتح ملفات لبنان المعقدة، وبختم مع صورة رئيسية سموم في الهواء والمياه والخضار. ومع الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار السياسية وعناوين الصحف، بريك ومنرجع.